احتفت الجالية السورية بالقاهرة بفوز وفد الجامعات السورية بالمركز الأول في مسابقة البرمجيات العربية والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، وتأهل 5 فرق إلى المسابقة العالمية والتي ستجرى في البرتغال العام القادم. هذا التأهل جاء من خلال تقديم كافة الإمكانات اللازمة للفرق المساهمة في هذه المسابقة التي قمت على مستوى الوطن العربي. أقول مبروك لسوريا انتصارها فوق انتصارات الكثيرة التي حققتها، سواء على صعيد الساحة السياسية أو العسكرية أو الإدارية. التكريم جاء بحضور رئيس البعثة الدبلوماسية والملحق الثقافي وعدد كبير من المواطنين الذين رأوا أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لمن يعمل على رفع اسم سوريا عاليا. لقد أثبتنا للعالم أن الشعب العربي السوري بقيادة رئيسه، إن كان في الجيش أو إن كان عاملا أو كان في الخارج، أثبتنا أن نحن السوريين ذات ثقافة عريقة، انتماء للأرض، انتماء للوطن، انتماء للعروبي. نحن دوما بسوريا بهالمرحلة اللي نحن فيها معتمدين على روح الشباب، معتمدين على الشباب السوري، لأنه الشباب السوري هو من سيبني سوريا الحديثة، واتكال كبير عليه جدا 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 في المرحلة القادمة لبناء سوريا. فهذا الشباب يجب أن يقدر على أعلى مستوى، ويجب أن يأخذ الاهتمام على أعلى مستوى. نحن كثير فرحانين أنه قدروا ياخذوا هالتفوق رغم كل المؤامرة اللي كانت على بلدنا. الحمد لله كانوا رجال صامدين، شباب ناجح جدا جدا جدا، والله يوفقهم يا رب. جدير بالذكر أن فريق الجامعات السوري انتزع المركز الأول من سيطرة مصرية دامت لسنوات طويلة، وتفوق فيها على فرق من جميع الدول العربية، وضم الفريق طلبة من جامعات حلب والبعث وتشرين. حرص الجالية السورية على تكريم وفد الطلبة السوريين الفائز بالمركز الأول في مسابقة البرمجيات العربية في شرم الشيخ يأتي من فخرهم واعتزازهم بكل إنجاز يتحقق داخل أو خارج الوطن. أحمد حسين، الإخبارية السورية، القاهرة.